حقيقة كابتن محمود الخطيب قام بتلبية الدعوة سواء بالأمس أو حتى خلال لحظات بعد شوية هنشوف تلبيته لدعوة الاتحاد السكندري الأستاذ محمد مسلحي. الناس وجهوا له الدعوة فبالتالي كان حريص جدا ان هو يلبي الدعوات دي. طيب في هذه اللحظات زي ما احنا شايفين كده وصول الكابتن محمود الخطيب لمقر نادي الاتحاد السكندري وطبعا في تواجد رئيس نادي الاتحاد طبعا الاستاذ محمد مصلحي وفي الحقيقه شخصيه عظيمه جدا الاستاذ محمد مصلحي بيقوم بمجهود اكثر من رائع مع نادي الاتحاد ودايما بصراحه يعني الواحد بيبقى مايل قوي للانديه الجماهيريه وبيبقى حاببها جدا لان هي انديه اصحاب تاريخ كبير قوي قوي. بنشوف كمان بعض الجماهير اللي تلتقط صور تذكاريه مع الكابتن محمود الخطيب والاستاذ محمد مصلحي. لقطات كلها في الحقيقه لقطات تاريخيه ولقطات بتدل على مدى العلاقات المميزة والتعاون المميز بين الأندية المصرية وإحنا في الحقيقة بالتحديد دلوقتي بنتكلم على طبعا ناديي الأهلي والاتحاد السكندري اثنين من الأندية العريقة جدا جدا في القارة الأفريقية مش بس في مصر. فبالتالي ده أمر غاية في الأهمية وأمر يدعو للتفاؤل للمرحلة المقبلة تحديدا في الرياضة المصرية. دايما لازم يكون في علاقات ود ويكون في علاقات تعاون بين مختلف الأندية لأن يا جماعة الهدف الأسمى من الرياضة دايما إنك تتقارب ويبقى في علاقات ممتازة ومميزة بين مختلف الأندية. ليه؟ لأن كل ده بيصب في مصلحة الرياضة المصرية بشكل عام. لما نشوف اتنين بالقامات الكبيرة دي وبالشخصيات المميزة دي سواء الكابتن محمود الخطيب كقيمة رياضية كبيرة وأيضا الأستاذ محمد مصلحي كقيمة رياضية كبيرة اللقطات دي أكيد بيبقى ليها رد فعل إيجابي وده مطلوب قوي قوي عند جمهور الفرقتين. احنا عارفين يعني جمهور النادي الأهلي جمهور كبير في كل مكان كمان جمهور نادي الاتحاد السكندري جمهور كبير وعريق فلما يشوفوا التواصل ده ولما يشوفوا الزيارة دي من الكابتن محمود الخطيب للاتحاد السكندري أكيد بيبقى فيه رد فعل إيجابي وأكيد يعني بيبقى فيه تواجد للروح الرياضية بشكل عام وبيدي انطباع إيجابي عند جمهور الفرقتين وجمهور الكرة المصرية. وطبعا اللقطات دي بتنبذ التعصب وده أمر مؤكد وأمر مطلوب قوي قوي خلال المرحلة المقبلة لأن زي ما احنا اتكلمنا وهنتكلم ونعيد تاني إن الأهم هو دايما رفعة الرياضة المصرية وتطور الرياضة المصرية وبنشوف مجهود كبير جدا في الحقيقة من الدولة في هذا الجانب تحديدا وفي كل المجالات بكل تأكيد. اللقطات اللي حضراتكم شايفينها معانا دي يعني احنا بنعيش حضراتكم لحظة بلحظة في هذه اللقطات الحصرية لزيارة الكابتن محمود الخطيب هذه الزيارة التاريخية للاتحاد السكندري ومقر هذا النادي العريق وجمهور طبعا الاسكندرية أكيد فرحان بهذه الزيارة زي ما أكيد جمهور النادي الأهلي فرحان بهذه الزيارة وهذه العلاقات المميزة. الكابتن محمود الخطيب بما أنه قيمة رياضية كبيرة وبما أنه يعني رئيس أكبر نادي في مصر وفي الشرق الأوسط وفي أفريقيا طبعا بيكون ليه دور وعليه واجب كبير على توطيد هذه العلاقات وأهمية الاهتمام بهذه الجوانب وفي الحقيقة الراجل ما بيتأخرش تماما في مثل هذه الأمور أي دعوة بتجيله بيلبي وبنشوف مواقف كتير حصلت على مدار الفترات اللي فاتت وعلى مدار سنين كتير جدا سابقة سواء لما كان الكابتن محمود الخطيب موجود كنائب رئيس النادي الأهلي أو حتى كرئيس النادي الأهلي أو بالمناسبة مش بس الكابتن محمود الخطيب لا مختلف مجالس الإدارات على مدار تاريخ النادي الأهلي لأن النادي الأهلي نادي هدفه دايما وطني وهدفه دايما هو يعني التواصل و العلاقات الجيدة بين الجميع لأن دور النادي الأهلي مش بس إن هو بيحافظ على مبادئه ده أمر معروف ومفروغ منه لكن دايما دور النادي الأهلي هو في كيفية يعني تطوير الرياضة المصرية وكيفية إيجاد علاقات جيدة بين كل الأندية المصرية.